حبايب القلب، مساكم الله بالخير يا حبايب، كيفكم؟ طيبين؟ واحشيني أوي أوي أوي. اليوم عندنا مناسبة في البيت، بأرحامي طبعاً، على أثرها مقلوب البيت من البارح. وعلى فكرة من البارح، من بدري، من الصباح. البارح أم أميرة قايمة الصبح بدري الساعة 8 علشان الحدث اللي صاير اليوم. إيش هو الحدث؟ الحدث اليوم إن جدة عمدة المنزل، كبيرة البيت، كملت اليوم عمرها 65 سنة، ما شاء الله العمر كله. المهم، الأقران عندهم شيء أساسي ومهم بالحياة، عيد الميلاد أو يوم الميلاد. لا يجوز الاحتفال بأعياد الميلاد ولا يوم، لا يجوز الاحتفال بأيام الميلاد ولا أعياد الميلاد، لكن هذه ثقافة شعب أنا بنقولها له. الأوكران أو الأوكرانية، خليني أدقق، عندها أي شيء تتنازل فيه إلا يوم ميلاد. يوم ميلادها هذا أهم شيء في حياتها، بالذات إذا كان مثلا 18 30 25 35 60، يعني الأرقام الثابتة يعني أو المجبورة. فعندها اليوم هذا يوم جدا مهم، تاريخ عمري 65. طبعا البارح هم شعب يهتم في نفسه وفي نظافته ولبسه وحياته حتى لو كان كبير. البارح الساعة 8 عندها موعد حق بودي كير وموني كير ومدري وش هالخرابيط، وأم أميرة معاها من الصباح سهرانة معاي للصبح، وقائمة مع جدتها. انتظرونا إن شاء الله خلال ساعة، ساعة 3 يبدأ الاحتفال، احتفال باليوم القومي. الله يستر عليكم يا حبايبي. أقول لكم شغلة، فاكرين السمك حق البارح؟ ما طبخناه البارح ولا عرفنا نسوي شيء بسبب اليوم القومي. البيت مقلوم مشغول والله يا عجوز، إنها مطنوخة سيطر على البيت كله، باقي أنا سيطر عليه، بس ماني معطيها وجه. أنا بعيد، عرفت جو اللي جنب الجدار زاب معطيها وجه. حبايبي الله يسعدكم.